السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده نعمل مع بعض محشي على طريقه ماما، وده طبعا مطبخ ماما. انا عملت منه قبل كده، معايا الزيت اهوت حطاه على النار يتقدح، وهنزل عليه بالبصل. انا معايا 4 بصلات مقطعاهم، هنزلهم في الزيت، وهعمل 2.5 كيلو رز عشان هعمل كميه محشي كبيره. لو انت طبعا هتعملي كميه قليله هتقللي الرز. دلوقتي ماما بقى تحط البصل في الحله. بسم الله. قلت لهم ماما تقدم، بس هي بقى مش راضيه، محرجه ان هي تتكلم. هندي البصله كده تقليبه ونسيبها تتحمر تاخد لون معانا، وبعد كده ارجع لكم. دلوقتي بقى احنا هنحط التوابل بتاعتنا على البصله بعد ما اتحمرت. معايا هنا ملح وكمون وكزبره وشطه ونعناع ناشف، ومعايا شاي ونص معلقه فلفل. هما حطهم دلوقتي على البصله. بسم الله. هنديهم تقليبه كده مع البصله، وبعد كده هننزل بالطماطم. معايا 2 كيلو طماطم معصوره. التوابل دي طبعا بتدي طعم جميل جدا للمحشي، جربوها وان شاء الله تعجبكم. احنا حطينا كده شويه طماطم الاول، وهنقلبها كده في البصله، وبعد كده نحط الباقي. والتوابل ديت حاطين منها حوالي كل حاجه معلقه، والملح طبعا على حسب ذوقك، ما انت بتحب الملح سواء حادق او دلع. دلوقتي بقى ماما بتقول لي الطماطم اللي هي حطيتها في الاول ديت هتسيبها، يعني اول ما تيجي تدخل على التسبيكه هتحط باقي الطماطم، عشان الطماطم يبقى لونها احمر معايا. دلوقتي هي اتخدت غلوتين معانا كده زي ما انتم شايفين. هنزل بقى باقي الطماطم بتاعتي. بسم الله. وهنسيبها لحد بقى ما تتسبك، وبعد كده نحط الخضره في الاخر عشان الخضره ما تتبلش معانا. دلوقتي هي الطماطم اتسبكت معانا، هحط عليها نص معلقه سكر عشان الاوضه ما تبقاش حاده معانا. نديها تقليبه كده. دلوقتي هو معايا 2.5 كيلو رز غسلتهم، وهنزلهم في الطماطم. بسم الله. دلوقتي انا قلبنا الرز اهو كويس، وهنزل بقى بالخضره. معايا هنا 6 ربط خضره شبت بس، ما بحطش لا بقدونس ولا كزبره ولا اي حاجه. هي ماما بتعمله بالطريقه دي، وبيطلع جميل جدا، وجربوه وبيقولوا لي في التعليقات طلع عامل معاه كويس. هقلب بقى الخضره كويس في الرز، وبعد كده هشيلها طبعا بعد ما اديها تقليبه. ادخل الخضره كلها في قلب الرز، هرفعها من على النار وفضيه في طبق، ونبتدي نحشي. دلوقتي بقى احنا هنحشي، هنعمل الكرنب اهوت. احنا سلقناه وقطعناه كده زي ما انتم شايفين اهو، بصوا بالشكل ده كده. طبعا الكرنب مش محتاج يعني ان انا اوريلكم انا بسلقه، فانا سلقته وقطعته، وطريقته سهله، يا دوبك يعني تغلي الميه وكده، وتنزلي فيها حته الكرنب بتاعتك، تديها تقليبه كده وتطلعيها، ما بتاخدش وقت عشان طبعا ما تتهريش منك. ومعايا هي الحله اللي انا هحشي فيها، حاطه في قعر الحله من تحت ورق الكرنب خضرة. طبعا الورقه الخضرة دي احنا بناكلهاش، حطها من تحت عشان خاطر الكرنب بتاعي الصوابع ما تمسكش في الحله، وحاطه بقدونس بيدي طعم للمحشي بتاعنا. ودلوقتي هنبتدي نحشي بقى ورق الكرنب. دلوقتي يا ماما بتحشيه. لا يا ماما افتحي بقى الصباع كده عشان نوريهم الرز اهو، شايفين هي مش مليها كتير عشان خاطر الرز ما يطلعش بره بقى لما يستوي اهو. بالمنظر ده وحطيناه في الصينيه. عايزه بقى ترصيه تعمليه يعني مدور كده زي الصينيه، ماشي؟ عايزه ترصيه كده تحطيه اي حاجه براحتك، بس الاحسن يعني رصيه اي حاجه، لان اما بيعمل اما بترصيه كده جنب بعضه وتيجي تشربيه بالميه، الميه يعني بتلاقي لسه فيه في قلبيه ميه ومش بيطلع برده حلو. لكن واعمليه في طبق، اعمليه في حله صغيره عشان خاطر لو عملتي يعني جبت حله كبيره ومليتيها رز عملتي فيها كرومبايتين او كده،
ما بيطلعش حلو، بيطلع ني. دلوقتي هو ما بترصه، وما نعملش زي ما قلت لكم كميه كبيره مره واحده، نحطها في الحله عشان الرز اللي قصدي صوابع بتاعه الكرنب بتطلع واحده واحده، واحده مستويه وواحده لا. دلوقتي يا ماما بقى بتحشيه، هتخلصه واوريكم الصينيه، يعني اوريكم الحله بعد ما تتحشي. ورجعت لكم تاني اهوت، وده شكل المحشي بعد ما لفيناه زي ما انتم شايفين اهو. وعمل معانا الحله ديت حله وسط، وعمل حله صغيره اهي كمان الكرنبايه اللي احنا جبناها، ومعانا اهي الشوربه بتاعت اللحمه بتاعتنا هنسقي بيها المحشي. بس احنا هنسقي المحشي بس مش هنغطيه، يعني ما نغطيش المحشي بالشوربه عشان خاطر ما يعجنش مننا ومش هيطلع حلو، لان الكرنب طبعا زي ما انتم عارفين بينزل ميه. هنحط الشوربه بس قبل يعني ما تغطيه كده بشويه، وهوريكم دلوقتي. اهو زي ما انتم شايفين اهو، بس بالشكل ده اهو شايفين الشوربه اهي مش مغطياه كله، يعني لحد الاخر عشان ما يعجنش مننا. والحله التانيه برضو هنعملها بنفس الشكل ده. وبعد كده نحطهم على النار، واول ما الشوربه ديت يعني المحشي هيشربها، بس يكون فيها اي حاجات بسيطه يعني، نبتدي نوطي عليها ولحد ما يستوي، وهوريكم شكله بعد ما يستوي. اهو الكرنب استوى معانا كده زي ما انتم شايفين، اهو ده شكله مش مهري خالص ولا اي حاجه، وجميل. واتمنى ان انتم تجربوه وتقولوا لي في التعليقات طعمه عامل ايه. ولو الفيديو عجبكم متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم.